سعد صباحكم يا غوالي. اليوم بدنا نساوي خبز العيد، ينعاد على الجميع ان شاء الله خير وسلامه. حطيت معلقه سكر ومعلقتين خميره، راح نحط عليها المي دافيه وندشرهم 5 دقائق ليخمروا. نغطيهم نحطها على جنب ونبلش نحضر الطحين وباقي المكونات. الطحين لازم ننخله أفضل. كيلو طحين رح أعمل. هذا الطحين كيلو ومحلب ويانسون وشومر 3 معالق، كل مادة معلقة منها، بس طحنتهم سوا بالمطحنة مشان هيك مو مبين كل شي لحاله. هدول قرفة وحبة البركة وسمسم معلقة معلقة كله، وقرنفل وجوزة الطيب كله معلقة معلقة كمان بنحطهم معهم. بس جوزة الطيب فيكي ما تكتري منها لان تعطي حدودية اذا مشان في اولاد صغار، يعطي شوية حد. هي 100 جرام سكر انا بدي احطه، هو بينحط له 200 جرام، 200 جرام سكر اطلع وسط هيك، 100 جرام كمان زيت زيتون. زبدة مذابة 400 جرام. نبسهم كلهم بالزبدة وبالزيت، بعدين بنحط الخميرة وبنحط الحليب. هلا بنحط الخميرة. بنحط كاسة حليب كبيرة، وهنيك في كاسة مي كمان مع الخميرة. ونشوف قديش بيحتاج. سبته شوية حليب لنشوف قديش. نمس كاسة حليب. بعتقد هيك بكفي حليب، ما عاد بدها. نعجنها منيح ونبشرها تختمر. هلا بدنا نحشي هاي العجينة كمان تمر، نساويهم مقروطة نفسها هي العجينة، بتصير هيك. جبت تمر وفضيته من العجوة تبعه، حطيت شوية سمنة بالمقلاية وعم ذوبهم عشان يرقوا معي. نحشيها بالمقروطة. حطيت لها معلقة قرفة كمان عشان تعطيها طعمة أطيب، واللي بده بيحط هيل كمان، طيب الهيل كتير معه. هيك لدوه منيح على النار. هلا بشكلها بفرجيكم اياها كيف. ضل ساوي فيها هيك لتصير مثل العجينة، ما عاد تبين شقف فيها. شايفين كيف طريت؟ صارت طرية كتير. هلا رح اطفي تحتها وضل قلبها. اللحم هلا كلياتها بتدوب. عجينتنا خمرت وعم نقرصها
نبلش نشتغل فيها. نرسمهم بإيدنا بدون القالب. هاي شغلة حلوة بتسلوا فيها الأولاد. عجينة هيك مرقة كمان بين كيسين نايلو كتير ريح الشغل. تيمية وانتي مرتاحة. هاي العجوة بدنا نرقها. نرقها كتير عشان ما تعطينا طعمة كتير قوية. تصير حلوة. نظبطها لأن شوي سخنة دغري انمدت. هاي كمان رقيناها بين نايلونتين. الزواهد بنشيلها. قياسها كبير كتير. هيك لازم نقصها. هلا نصفها بالصينية.